ثمن لابوكا بطاطا ومطيشه بحباطو. والله العظيم مطيشه والكاكي ثمن واحد، وبطاطا ولابوكا ثمن واحد الخاو. بطاطا وقع لها مع لافوكا كي تما كيفاش وقع لها؟ بطاطا رجعت عامله 10 دراهم ولافوكا رجعت عامله 8 دراهم 9 دراهم. هي ديال البطاطا كتصدى. البطاطا ما كانش يتصدى راه توصل حتى 3 دراهم و50 كيف العاده. السوق دابا الناس كدور، الناس ما كتسخرش، ها كيدوروا ما كتسخرش، كلشي كيجيهم غالي. كيحايدونا كيقول لك ما تبيعش هنايا بلايص لداخل، انا ما عنديش بلاصه في المقابر حنا عندنا. كلشي كيتصدرنا لبرا، بطاطا مطيشه بصال، كلشي عندنا كيتصدرنا لبرا الخاو، حنايا هنايا كنبقاو كنموتوا بالجوع، الدراري كيموتوا بالجوع هنايا. هاد الغلام هادي من فيرما ديال اخنوس، السلعه ديال اخنوس زاد المازوط او كيزيد لهم هنايا، وهاد القوم هنايا هاد البلاد هادي فيها غير التعيان والبركاكه، خطار من خصومات السياده، اما كيغاوتو شي كاين زاد الزيت ما كيغاوتو ما والو، هادو موكلوا لهم الونين ديال الحمير الراس شاشة. وكيطلع في الاربعة الصباح كيشري بطاطا ب 8 دراهم كيجي بها ب 7 دراهم، الحازقة والبركاكة والطعيم في هاد الأرض هادي، ما كيخلي ولاد باش يخدم لا حتى واحد، لا كوميسير لا والو، كلشي ربع هاد البركاكة البركاكة والرشوة، غير التبركيك بلا ما نقول لكم حاجة أخرى، إذا قلتها معروف على العالم كامل شني عندهم هيني، أوالو والله هذا منكر عباد الله. لابوكا مع بطاطا، لابوكا الخاوة ديالي طاح طيحوها الشجر، وبطاطا كتسمى كيصدروها على برا على داكشي الأثمنة طالعة، فهمتي؟ لابوكا وبطاطا ثمن واحد. علاش لابوكا رخيصة؟ لابوكا رخيصة طيحوها الشجر، جا الريح بزاف وطيح زعزع الشجر، طاحوا الشجر، هذيك شي رخيصه لابوكا الخاوه ديالي. وبطاطا كيتصدرنا لبرا، كيصدروها لاوروبا، كلشي كيتصدرنا لبرا، بطاطا مطيشه بصال، كلشي عندنا كيتصدرنا لبرا الخاوة، حنايا هنايا كنبقاو كنموتوا بالجوع، الدراري كيموتوا بالجوع هنايا، كلشي عندنا غالي، كلشي فهمتي؟ الثمن ديال لابوكا بطاطا ومطيشه بحباطو، والله العظيم مطيشه والكاكي ثمن واحد، وبطاطا ولابوكا ثمن واحد الخاو. فهمت؟ بحالو بحال مطيشه، هما لون واحد غير الثمن كتسمى، واحده حلوه واحده كطيب واحده كتمشي خاضر. الاسعار طالعه في المارشي الخاوه ديالي، فهمتي؟ المارشي كلشي غالي تماك، هذا كيتغاند مع هذا، كلشي طالع بزاف بزاف، تسمصر بزاف من 5 الصباح الى 10 الصباح كامله تسمصر. هذا كتسمى هذا كيشري ديك 50 طماطيشه ويعاود لها الثمن، هذا يشري ديك 50 صندوق يعاود لها الثمن، فهمت؟ تما في المارشي بنفس البلاصه، كتبقى في بلاصتها كيعاود لها الاثمنه، فهمت؟ راه داك الشيء كتوصل لنا غاليه، خصهم يشوفوا لنا شي حل. والو دابا كاين نص كيلو 4 كيلو رجعنا كنبيعوا، فهمتي؟ بحال اللي كنبيعوا في سوبر ماركادور وصاف. كاين اخر كيديش دبانانات، كيدي لابوكا، كيديش الماندالينات، كيدي لحد على قد جهد الخوا ديالي، ما يقدرش هو يدي 6 كيلو دبانان وكيلو د لابوكا ب 50 درهم. الله يحسن العون، بنادم خدام شهر كامل كيبقى كيشبر 2000 درهم 2500 درهم. دابا رجعوا كيدوا الحبه، الحبه الاغلبيه الحبه الخوا ديالي. ايوا هادشي اللي كاين. بالنسبه لابوكا تحت الايامات هذه، حيت هاد السيمانه هذه اللي كان فيها الريح زايد، اللي كان وصل ديك في العالم كامل وصل الريح زايد واحد النسبه مرتفعه، لابوكا انضرت طاحت والشجر طاح بزاف، وصلت حتى ل 5 دراهم الكيلو. يعني كان فائض. كان فائض وصافي، ملي كيوقع عاود صافي، ملي حيد الريح ديك الساعه اللي طاحت حيدت، عاود ضروري رجع حتى من 20 درهم حتى ل 30 درهم في يومين او في بنتي 24 ساعه كيطلع الثمن صافي. يعني البطاطا 10 الناس قالوا كيفاش البطاطا؟ البطاطا الناحيه ديالها بوحديتها، البطاطا الناحيه ديالها البطاطا كتصدى، البطاطا ما كانش تصدير توصل حتى ل 3 درهم و50 كيف العاده، يعني الخير موجود ولكن التصدير هو اللي كيهرس السوق في المغرب كامل. هي كذب عليك الكذاب. كتصدر في الثمن كتصدر لافريقيا، اللي كانت كتصدر لاوروبا، حنايا صراحه اوروبا ما يقلوش البطاطا ديالنا حنايا، وافريقيا بلا ما نقول لك ديالنا كتعرف ما عندهمش البطاطا، حاليا ما عندهمش البطاطا، عندهم اش كيقولوا هذيك قولنتينا المانجا، عندهم بينيا، كتصدرنا لهنايا وكتوصلنا حنا بواحد الثمن ناقص ب 10 دراهم.
حنا البطاطا حنا كي اللي كتسوى 3 دراهم هنايا جانب الافريق دابا كتسوى 10 دراهم. دابا حتى البطاطا دمرتي ما كتصدر ما والو. ايوا لا البطاطا دمرتي ما كيتش تصدر حيت دابا كلشي تبنى حتى كان ما تبناتش طلعوا العمارات واش ما بقاش واش اللي كاين اخي سميرة شي حاجه كاين غلاف هاد الصا كلشي غالي البطاطا 1000 فرانك الرمان هايداك طوماطيش لتشين بزاف الحبيب ديالي بزاف ها ولا بوكا كلشي غالي ما عرفين ماشي بهذا الصا الدرع ما كيقدني شي والو الحبيب ديالي والو ما عرفين ماشي بهذا الشيء هذا السوق دابا الناس كدور الناس ما كتسخرش ها كيدوروا ما كتسخرش كلشي كيجيهم غالي الله يحفظه صافي فهمتيني ايوا كنطلبوا الناس المساكنه انتينا كتشوف الكراء والضو والماء والمصاريف والعيال والمدرسه والو كلشي مترش في الزنائي هلسيني كلشي الحبيب ديالي الله يعدله وصافي اي والله ايوا انا امراه مطلقه الضو والماء والمصاريف الله يعدلها الزيت انتينا شتي الزيت بلديه شحال كتعمل الفضيحه وصافي الفضيحه والله يعدلها من عنده. السلام عليكم. دابا المشكل اللي كاين دابا لافوكا اللي طاحت ما كاينش يعني الجوده دابا لافوكا اللي طاحت يعني كنسميوها حنايا الطايح ولكن ما كاين الجوده كتسوى الثمن. و داكشي اللي كاين وكاين الحمد لله الخير موجود وعليها وقع هاد المسائل هادي. البطاطا 10 دراهم دابا البطاطا ما كاينش بحال اللي نقول لك انا بطاطا الفريكو بطاطا الفريكو ماشي الوقت ديالها ودابا الحمد لله دارت بطاطا جديده ان شاء الله ماش ماش نقص الثمن ان شاء الله. الماطيشة غالية الخيار غالي كلشي غالي دابا دابا الخضرة كاملة غالية ما كاين من الموطع ديال من الموطع ديالها كاين هذا الغلاء هذا ماشي زعما ما كاينش كنسخسيو حنا في المدن كاملة كاين هذا الشيء هذا ماشي غا في هنايا وصافي ونطلبوا الله خير ان شاء الله. بطاطا وقع لها مع لافوكا كي تما كيفاش وقع لها بطاطا رجعت عاملة 10 دراهم ولا فوكا رجعت كعامله 8 دراهم 9 دراهم والكيكي 8 دراهم هنايا وبان بان ب 10 دراهم كيعبيوها بطاطا ب 10 دراهم ما كيعبيوهاش وما كيخليوناش ندبروا على راسي والله العظيم كيجيو كيجمعوا لنا ولكن حروبات معاهم والله لا الدولي شي حاجه بالله ودائما كنتحارب معاهم باش كنحضروها كي تما فهمتي باش كنمشيو كنعاونوا الوالدين ديالنا كنبوشكارو انت عارف شنو كاين تما وصاحبي دابا انتي كطلع في ديك المارشي كتصحى لا والو انا كنت تما كيهبطوا لي السخرة انا كنبيع هنايا كنبوشكار وصافي العائلة لا ضروري تما لي نافيكي ندخل فيها ديريكت بابا العزيز كيحايدونا كيقول لك ما تبيعش هنايا بلايص لداخل انا ما عنديش بلاصة بلاصة في مقابر حنا عندنا صافي كنجيو كنفرشو هنايا يا والو ما عنديش بلاصه نداخل يا والو كان هيك تما كنفرشو غير هنايا وصافي العائله كنبوشكارو صافي انت عارف شنو كاين بطاطا ولابوكا دابا فيوط بايصار عم بقاو نطحنو حنايا لابوكا جات رخيصه على البايصار راه وفيوط مطيشه وعم عصرو الكاكي فهمتي كيفاش ايوا صافي عم بدلو حنايا الخضره بالفواكه وهادشي اللي كاين والله ما عرفنا كيفاش وقع اخاي الدرويش الدرويش مقتول الراس وعاد كيزيدو يقتلوه فيه فهمتي والسلام عليكم وهادشي اللي كاين.